السلام عليكم ورحمة الله، معك عبد الفتاح حسام من قناة كود مورنينج، وتتفرج على كورس CS1101 بروجرامينج فاندمنتال يوزنج بايثون. احنا في الأسبوع الثاني هنبدأ إن احنا نتعلم معنى الـ variables وإيه الفرق بين الـ expressions and statements، تعبيرات والجمل، والـ interactive mood والـ script mood. إيه الفرق بين الـ interactive mood أو إيه هو الـ interactive mood وإيه هو الـ script mood، ويعني إيه comments، يعني إيه تعليقات، وترتيب العمليات الرياضية في بايثون، والعمليات الرياضية اللي احنا ممكن نستخدمها، او اسف العمليات اللي احنا ممكن نستخدمها مع النصوص. بعد كده هنحل اكسرسايز خفيف خالص من الكتاب. فنبدأ بأول حاجة. بسم الله. اول حاجة عندنا هي الفاريبلز، المتغيرات. يعني ايه متغيرات؟ عشان نفهم يعني ايه متغيرات، انا فتحت البن وهنبدا اللي احنا نشوف يعني ايه متغيرات. لو فاكرين، لو الناس اخذت رياضه كده وفاكرين معايا، فاحنا كنا بنقول عندنا زمان السين بتساوي 5، تمام، او الاكس بتساوي 5، وبنبدا اللي احنا نحل المساله بتاعتها، تمام. ممكن في مساله تانية تختلف، تكون السين بتساوي 6 او تكون الاكس بتساوي 6 برضك، تمام. سواء انت اخذت رياضه بالعربي او بالانجليزي فالموضوع ماشي. احنا بقى عندنا سين بتساوي 5، السين بتساوي 6. هل السين دي في كل الحالات بتساوي 5، او هل السين دي في كل الحالات بتساوي 6؟ هل الاكس دي في كل الحالات بتساوي 5، او في كل الحالات بتساوي 6؟ لا طبعا، ده اسمه متغير. يعني احنا بنرمز للرقم ده بشكل من الاشكال، بحرف من الحروف، بشكل من الاشكال، باسم من الاسماء، طول المساله اللي احنا بنحلها. فلو عندنا مساله فاحنا رمزنا الاكس ب5، فطول ما احنا بنحل في المسألة دي الاكس بتساوي 5، ممكن مسألة تانية تكون الاكس فيها بتساوي 10. نفس الحكاية عندنا في البايثون، بس الحكاية هنا عندنا في البايثون محدودة شوية. يعني ايه محدودة؟ انت ممكن هنا المتغير تسميه بأي حاجة. يعني ممكن ده بدل ما تسميه 5 تسميه مثلا 12 اكس، تمام. فالخمسة فال 12 اكس تقول لي 5، بتأساين تو 5. يعني لو طول ما انا في المسألة ال 12 اكس دي بتساوي 5، تمام، ال x بقى بتساوي كام، ممكن اقسم 12 x على 5 واعرف ال x بتساوي كام، وهكذا. فنرجع تاني للسلايد. في السلايد هنا الاشياء تختلف شويه، طريقه التسميه تختلف شويه. فنرجع تاني كده، فقال لك هنا عندي variables name، المتغيرات، الاسماء اللي انا ممكن اقولها في المتغيرات بتكون عامله ازاي. فقال لك variables name can start with a to z، يعني ممكن ابدا باي حرف A to Z capital او small، او احط او ابدا underscore، and it can has من 1 ل 9 اللي هي ممكن تحط فيها ارقام، تمام. يعني ما ينفعش ابدا باقول ال 12 x مثلا بتساوي 5. الكلام ده هنا عندنا في البايثون غلط. نيجي نشوف، فنفتح التيرمينال وابدا ان انا اقول له البايثون، انا عايز بايثون 3. ففتح لي بايثون 3، فانا هبدا مثلا هنا اجرب اول حاجه، قال لي من A to Z، فانا هقول A capital مثلا B small بتساوي 5. فعلا البي كابيتال الA capital B small بتساوي 5. لو جيت كتبتها تاني فهو طلع لي الناتج بتاعي 5. طب لو جيت هنا قلت له 12 x بتساوي 5، قال لي error. طب لو جيت قلت له x 12 بتساوي 5، لا ما ليش ايرور. طب نيجي نشوف الاكس 12، فعلا الاكس 12 بتساوي 5. فاحنا كده فهمنا ان احنا ما ينفعش نبدا بارقام، بس ينفع نبدا بحروف. طب الاندرسكول، الاندرسكول اكتب له اندرسكول اكس بتساوي 5، فما قاليش اي حاجه. نيجي نشوف الاندرسكول اكس فعلا بتساوي 5. فاحنا ممكن نبدا من اي تو زد ونحط، او نبدا باندرسكول وممكن نكتب فيها ارقام. طب حاجه ثانيه، انا لو كتبت له اكس وحطيت له العلامه دي مثلا بتساوي 12، قال لي ايرور، ما ينفعش تحط الحاجات دي. طب اكس علامة الدولار ساين بتساوي 10، قال لي ما ينفعش برضك. اكس اس او اكس مثلا علامة الاد بتساوي 10 او بتساوي 20، قال لي ما ينفعش برضك. فالحاجات دي اللي احنا ممكن نعملها، ممكن نبدا ب A to Z او نبدا باندرسكول، وفي النص ممكن نحط ارقام زي اللي احنا مثلا ممكن نقول له ان اليوزر 1 مثلا مرتبه 1000 جنيه او 1000 دولار، فالحاجات دي يعرفها. اليوزر 2 بنمرتبه 1500 جنيه، فالحاجات دي هو يعرفها. لكن ان اقول له مثلا 1 يوزر تساوي 1000، فهيقول لي ايرور، لان انا ما ينفعش ابدا بارقام. قال لي حاجه ثانيه هنا بقى، قال لي حاجه ثانيه هنا مهمه خالص، قال لي there is keywords we can't use as a variable names، يعني في كلمات محجوزه
ما ينفعش نستخدمها ك variable names. طب ايه الكلمات دي؟ الكلمات دي موجودة عندنا في الكتاب صفحة 10، قال لك ان الكلمات ال keywords في البايثون 3 هي دي الكلمات. طب هل انت مضطر تحفظها؟ انت مش مضطر تحفظها خالص، انت من استخدامك للبايثون خلاص انت عرفت ان الكلمات دي مش انت مش هتحتاجها اصلا. يعني انت هتحفظ الكلمات زي الاف والالف والالس، الحاجات دي هناخدها قريب، الديف هناخدها في الدرس اللي جاي على طول، فالحاجات دي الفور والوايل برضك هناخدهم في الكورس ده، فالحاجات دي انت هتبقى متعامل معاها. الترو والفولس احنا اوريدي اخدناهم في الدرس اللي فات. فنروح بقى يعني الكيورد دي ما ينفعش ابدا بيهم فاريبل نيم. لو كده قلت له هنا عايز variable name اسمه break equal 21، قال لي error، مع انه ما يعني ماشي مع الشروط، الشروط بتاعت انها من A to Z و underscore ممكن ابدأ بيهم، والارقام ممكن احطهم في النص. هو فعلا انا بدأت هنا من A to Z، انا ما كتبتش اي حاجة تانية، لكن البريك ده keywords اسم محجوز في اللغة ما ينفعش نستخدمه. هنيجي نشوف لما نيجي نشتغل في البي شارما يعني ازاي اسم محجوز بي شارما وتوريه لنا بطريقة حلوة. بعد كده عندنا الاكسبريشنز والستيتمنت. يعني ايه اكسبريشن؟ يعني ايه ستيتمنت؟ قال لي هنا الاكسبريشن هو مجموعه من الفاليوز القيم والفاريبلز، الفاريبلز اللي احنا قلنا اخدناها قبل كده اللي هي الاكس مثلا بتساوي اكس 12 بتساوي 5، فده فاريبل ممكن استخدمه انا في اي حاجه بعد كده. ممكن اسمي فاريبل اسمه اكس بتساوي 5، او خلينا نعمل حاجه مهمه خالص، احنا عارفين الباي صح؟ الباي بتساوي 3.14 وارقام تانية، فانا عايز احفظ الباي دي بقيمتها بس، يعني انا عايز اقول له اكتب باي طلع لي القيمة دي، فانا بعمل variable لهذه الاشياء. يعني بعمل variable اقول له انا الباي دي بتساوي 3.14، فممكن اجي استخدمها بعد كده. فمثلا انا لو قلت له انا عايز 5 في باي، فمجرد ما انا كتبت له باي هو راح الباي دي متسجلة عندي. طب اطلع شوف، قال لي هنا الباي بتساوي 3.14، ماخد 3.14 حاططها مكان الباي وضربها في الخمسة وطلع لي الناتج ده. طب انا لو قلت له 5 في وحاجه مش موجوده اللي هي اي بي سي مثلا، فقال لي ايرور نيم ايرور، احنا مش شايفين حاجه بالاسم ده، مفيش حاجه اسمها اي بي سي عندك. لكن طالما انت عرفت الفاريبل حطيت له عملت اساين للفاريبل على اسم محدد، فالفاريبل ده محفوظ في الاسم ده. فهنا نرجع تاني للاكسبريشن، فقال لي الاكسبريشن هي كومبينيشن مجموعه من الـ values والـ variables والـ operators. فالـ values والـ variable والـ operators اللي هي القيم الأعداد العددية اللي هي 5 6، الـ variables اللي هو زي ما أنا قلت في الـ by، الـ by ده variable ده هنا 6، الـ by ده variable، الـ operators اللي هي الزائد الناقص الفي العلى، كل دي operators. فبيقول لك الـ value لوحدها تعتبر expression، والـ variable expression كل دول اسمهم legal expression. نرجع تاني خلاص شوف بقى يعني ايه statement. فقال لي هنا الـ statement is a unit of code، مجموعة من الكود، وحدة كده كاملة من الكود أو block of code that has an effect، ليها تأثير علينا، يعني بتطلع تأثير، بتطلع ناتج، بتعمل حاجة مهمة. فقال لك هنا like creating a variable، ده expression، السطر ده كده expression، انا عملت variable اسمه n وقيمته 17، قيمته integer 17، or display a value او يطلع لي ناتج زي ال print n. في ال print n هتطبع لي 17 زي ما احنا قلنا، احنا هنا عندنا ال by، ولو قلت له هنا print by فطلع لي 3.14، فانا عملت display ل value معين، عملت display لحاجة على ال screen. فقال لك هنا اول value بيعمل assign is an assign statement، بيعمل assign لقيمة معينة جوه اسم variable. قال لك هنا that gives a value to n، بيدي قيمة ل n. the second line is a print statement that display the value of n. بعد كده عندنا interactive mode versus script mode. يعني ايه interactive mode ويعني ايه script mode؟ لو انت لسه حملتش البي شارما فانا حاطط لك الفيديو شرح التحميل في الاي اللي فوق، وحمله وتعالى كمل بقى الانتراكتيف مود والسكريبت مود. لو انت حملته فانت هتفتح البي شارما زي كده معايا وهتدوس على نيو بروجكت. بعد ما تدوس على نيو بروجكت بتبدا ان انت تحدد مكان البروجكت بتاعك، فانا هنا هحدده في فايل اسمه CS1101
تمام. فانا هنا ده المسار بتاعي اللي هتحفظ فيه الملفات بتاعتي، وهقول له new environment using virtual environment. عندك هنا بيب environment وكنت، لا احنا هنستخدم virtual environment. بعد كده قال لي انت عايز تستخدم انهي اصدار من البايثون، فانا هقول له بايثون 3.8، ما عنديش ادنى مشكله. انا عندي كذا اصدار، انت لو عندك اصدار واحد فانت هتستخدم الاصدار اللي عندك اللي هو 3.8 او بايثون 3 ايا كان، 3.8 3.9 3.7 اي بايثون بيبتدي ببايثون 3. دي مش محتاج اعلمها انا حاليا، ممكن تعلمها ونشيلها من جوه، لكن انا مش محتاج اعلمها حاليا. وادوس اقول له كرييت، بيبدأ اللي هو يفتح لي بيئة العمل بتاعتي اللي هي الـ environment عشان نبدأ نعمل أول سكريبت لينا ونعرف يعني إيه interactive يعني إيه script. interactive و script حاجة بتستخدم في SQL server برضه، في SQL languages بنستخدم حاجة اسمها interactive و script mode. في لغات كتيرة خالص ممكن تستخدم الـ interactive والـ script، هنعرف ايه الفرق ما بينهم، بس نستنى لغاية ما يفتح. تمام، هو فتح كده، فنروح على project، ندوس هنا نروح على project بتاعنا ونبدأ اللي احنا نعمل الفايل بتاعنا. فانا الفايل هعمله هنا على طول، واقول له ادوس كليك يمين واقول له new واقول له بايثون فايل، وابدأ ان انا اسمي الفايل بتاعي. فانا هقول له هنا مثلا الفايل بتاعي، واقول له هنا script 1، فهو بدأ اللي هو يطلع لي الفايل وقال لي انت جاي سكيورتي ده سكريبت. ايه بقى الانتراكتيف؟ اسف، ايه الفرق ما بين ان انا اكتب في الانتربريتر على طول في المترجم على طول، ايه الفرق ان انا اكتب هنا؟ على سبيل المثال انا هنا لو قلت له برنت اطبع لي 12 وجيت هنا قلت له انت، نزل لي على السطر اللي تحت. لو هنا جيت قلت له اطبع لي 12 قلت له برنت 12، طبع لي ال 12 بس السطر اللي فوق ده ما بقاش موجود عندي خلاص، يعني السطر اللي فوق ده بمجرد ما انا اقفل التيرمينال فالسطر اللي فوق ده مش محفوظ، على عكس السكريبت ان انا حفظته دلوقتي لو دخلت في المكان اللي انا حفظته فيه. فانا هنا CS1101 ودخلت هنا هلاقي في فايل اسمه script1.py، الاكستنشن بتاع البايثون، البايثون بينتهي اي كود بايثون بينتهي بدوت بي اللي هو بي واي، فهنا script1.py هلاقي مكتوب فيه الحاجات اللي هنا. فدي حاجات بقت حفظ. انا ممكن اكتب كود 1000 سطر انا محتاج احفظه، مش هكتبه في الانتربريتر، مش هكتبه في المترجم بتاع البايثون، انا هكتبه في سكريبت. بعد كده اما اجي ادوس ران هو يران مع البايثون. فنشوف فرق تاني، مثلا انا هنا لو قلت له انا عندي الاكس بتساوي 10 print x، دوست ان طلع لي ناتج، لا هنا الاكس بتساوي 10 print x. طب هل انا لو قفلت الانتربريتر ده لو كده قفلته وجيت فتحته تاني بايثون 3 وقلت له الاكس قيمتها كام؟ ما قاليش ولا حاجه. طب نكتب print x، ما قاليش ولا حاجه. هنا انا بقى باجي اقدر اعمل ايه؟ اقدر ان انا اقول له run، بدوس هنا كليك يمين وادوس على run. فأول حاجة هو هيعملها هيطبع لي ال 12، هيمشي الكود سطر بسطر، هيطبع لي ال 12 هينزل تحت هيحط ال 10 في فاريبل اسمه اكس، بعد كده هيطبع لي الفاريبل اللي اسمه اكس وطبع لي 10. مهما دوس ران الكود ده مكتوب في سكريبت، الكود ده بيتعمل له انتربريتر، بيتعمل له ران على طول من غير أي حاجة. على عكس هنا أنا لو طلعت من هنا ودخلت تاني فالفاريبلز اللي أنا حطيتها راحت، أي كود أنا حطيته في الانتربريتر راح، ما عملتلوش سيف. حاجة تانية، أنا هنا قلت له الإكس بتساوي 10، لو جيت هنا كتبت له إكس ودوست إنتر تمام ودوست ران، نشيل الأول بس دي، خلاص أنا كده شيلتهم. فببدأ إن أنا أقول له هنا ران، فانا عندي هنا الكود اكس بتساوي 10، بعد كده الكود اللي تحتيه اكس، هل طلع لي ناتج؟ لا ما طلعنيش ناتج. نيجي هنا نشوف في ال اسف، نيجي هنا نشوف في الانتربريتر، هقول له اكس بتساوي 10، بعد كده هكتب له اكس، ليه هنا طلع لي ناتج؟ هناك ما طلعنيش ناتج. هنا ده انت بتتعامل مع الانتربريتر دايركت، بتتعامل مع حاجه اسمها انتراكتيف مود، انت في حاله اللي انت متصل دايركت
مع الانتربريتر، فمجرد انت ما بتدي له رساله هو بيترجمها على طول بيطلع لك الناتج بتاعك. لو جيت هنا قلت له طيب 10 نوع الحاجه اللي جواك دي ايه، اللي هي ال10 اللي هو الرقم، فهيقول لي انتجر. اما هنا انا لو جيت قلت له طيب نوع 10، جيت هنا عملت له run، انا عملت run ماشي، ندوس هنا كده تاني run تمام، فما طلعليش حاجه. ليه هنا طلع لي انتجر وليه هنا طلع لي ما طلعليش حاجه؟ احنا هنا في الانتربريتر لما تبقى متصل مع الانتربريتر دايركت، فانت بتبقى حاجه في اسمها انتراكتيف مود. انتراكتيف مود مش محتاج تكتب له برنت عشان يطلع لك ناتج، اما في السكريبت مود فانت محتاج تكتب له برنت عشان يطلع لك ناتج على الشاشه. فانا لو قلت له هنا برنت، جيت هنا قلت له طيب 10 نوع ال10 دي ايه، وجيت قلت له run، فقال لي هنا الكلاس انتجر. فنفس اللي هو عمله لي هنا هو عمله لي هنا، بس انا هنا زودت برنت، قلت له اعرض لي الحاجه دي عندك على الشاشه، فهو عرضها لي على الشاشه. في حاجه تانية ممكن نستخدمها بدل ما نفتح الانتربريتر على التيرمينال، فانا باجي هنا على التيرمينال على طول وابدا ان انا اقول له في تيرمينال جوه البي شارب، وابدا ان انا اقول له بايثون 3، فبيبدا اللي هو يفتح لي بايثون 3 وابدا انا اكتب اكواد. فممكن نشوف، فانت عندك بقى هنا سكريبت مود، وهنا عندك تيرمينال تحت اهو، عند بقى عندك انتراكتيف مود، فاللي انت تقدر تكتبه هنا هو اللي انا كنت بكتبه في التيرمينال. طيب 10 طبعا لي انتجر، ولكن اما تيجي هنا تدوس ران، نلاحظ اما هنا ندوس ران، الران حصل في حاجه اسمها ران، ما حصلش في حاجه اسمها تيرمينال. فالتيرمينال حاجه والران حاجه تانية خالص. نيجي بعد كده خلاص احنا فهمنا الفرق ما بين السكريبت مود والانتراكتيف مود، نيجي بقى نشوف هو طالب مننا ايه تاني. فنيجي للي بعده، قال لي order of operations in Python، ترتيب العمليات الرياضية عندنا في البايثون بيتم ازاي. فقال لي Python use BIMDAS order of operations. البايثون بيستخدم حاجة اسمها BIMDAS order of operation. يعني ايه BIMDAS order of operation؟ ده ترتيب العمليات الحسابية اللي احنا بنستخدمها في البايثون او في الرياضة عامة. احنا الحاجات دي احنا بنستخدمها في الرياضة. يعني ايه؟ يعني احنا بنبدأ بالاقواس، البي اللي هي parentheses اللي هي الاقواس، بعد كده الاي اللي هي الاسس، فبنبدأ بعد كده نشوف الاسس اللي هو الاثنين ده هل في حاجة عليها اسس، فبنبدأ اللي احنا نعملها تمام. بعد كده عندي الضرب، بعد كده عندي الاسمة، ده ضرب الضرب والاسم دول حاجة واحدة، على حسب ما يجي الأول إحنا بنعمله. لو الضرب جه الأول إحنا بنعمله، لو الاسم جت الأول إحنا بنعملها. بعد كده عندي الجمع والطرح برضك في مربع واحد، لو الجمع جه الأول بنعمله، لو الطرح جه الأول بنعمله. وهنا عندي دي حبة مسائل كده نجرب نحلها، بس هنحلها الأول على ورق عشان نشوف إحنا فهمنا ولا لأ. فببدأ إن أنا أمسح كل ده كده، وابدا انا هنا اشوف هو كان طالب مني. قال لي 3 في 2 ومنهم قوس، انا هنا عندي قوسين، فببدا ان انا احل القوسين دول الاول، فاطلع بره كده اقول له قوس اهو 3 في 2 ب 6، فالقوس ده 6 تمام. في زائد، هل اروح على الزائد وبعد كده نشوف زائد 4؟ لا، في هنا قوس تاني، نشوف القوس التاني ده هنا في دي علامه اللي هي الاس في البايثون، فنشوف الأس ده قال لي 4 أس 2. نشوف هنا الترتيب، الأس جه قبل الضرب، هنا عندي أس وهنا عندي ضرب. هنا عندي، أنا آسف، خلينا الأول بس نكتبها دي 4 أس 2 تمام، في 4 دي كده، دي كده الحاجة دي كده كلها، خلينا نمسحها، ده طريقة كتابتها في البايثون، لكن دي كده اللي هي دي 4 أس 2 في 4. فعندنا الأول بيقول إحنا نشوف الأس بتاعنا 4 أس 2 ب 16، بعد كده نضربها في 4 يطلع لنا الناتج بتاعنا، بعد كده نشوف عملية الجمع والطرح. طب تعالوا نحلها بقى في البايثون، هنحلها في الانتراكتيف مود عشان الناتج يطلع لنا بسرعة من غير اضطرار إن إحنا نكتب برنت، أو خلينا نشوف هنا هنحلها إزاي. فانا هنا هقول له اننا نروح الاول انتراكتيف مود، لو هنروح للانتربريتر دايركت، فالمساله بتقول لي كالتالي قوس 3 في 2 زائد 4 اس 2 في 4،
علامتين الضرب دول زي ما احنا قلنا الدرس اللي فات اللي هي معناها اس ناقص 2. فاحنا قلنا هنا هيضرب لي 6، بعد كده 4 اس 2 ب 16 في 4. تعالوا نشوف الاول، نطلع كده الناتج، قال لي الناتج 6 68. فنشوف 4 اس 2 في 16، واحنا قلنا للاسف 16 في 4 اللي هي 4 اس 2 ب 16، بعد كده في 4 قال لي ب 64. 64 وهنا دي احنا قلنا 6 وهنا عندي 64، وبنعمل كده بنمشي من الشمال لليمين، في الانجليزي بنمشي من الشمال لليمين، فقلنا 6 زائد 64 فاصبح عندي 70 ناقص 2 68. فالناتج بتاعنا صح، فالبايثون فعلا بيتعامل بالطريقه دي. نيجي هنا نشوف هنا مفيش اي اقواس خالص، قال لي 5 في 2 زائد 4 في سالب 4 على ال 4 في 2 ناقص 7. ايه ده، المساله معقده خالص؟ لا معقده ولا اي حاجه. شوف هنا انا عندي هنا علامه في، عندي هنا علامه في، عندي هنا علامه ديفيجن اللي هي الاسم. هل عندي علامه اس او اقواس؟ لا ما عنديش. فنبدا اللي احنا نعلم عليه، فنبدا بقى. قال لي اول حاجه عندك اللي هي الضرب والقسمه، الاثنين دول مع بعض اي حاجه تيجي فيهم الاول اعملها. فقال لي 5 في 2 فدي ب 10. نبدأ اللي احنا ننزل العملية ازاي، تمام. هل هقول زائد 4؟ لا، في هنا علامة ضرب 4، 4 في سالب 4، 4 في 4 ب 4 في 4 ب 16 في سالب 4 يعني هتبقى سالب 16. 4 في 4 ب 16 وعندي هنا سالب، فالسالب ينزل يبقى سالب 16، تمام. ده الناتج بتاع دي كده نزل اهو. اوه نرجع هنا بقى تاني، قال لي سالب 16 على 4 في 2. طب نعمل ايه هنا؟ امسح كده، ماشي مش عارف امسح، ماشي. 4 في سالب 4، قال لي هنا سالب 16 على 4. طب ننزل ال 4، ننزل ال 4 على 4 هتساوي الناتج بتاعك هيطلع سالب 4. انا حتى الان ما جيتش جنب الزائد 10، انا مش عايز الزائد، طلع لي هنا الناتج بتاعي سالب 4 في 2. فهقول له في 2 هيطلع 4 في 2 ب 8 يعني هيطلع سالب 8، تمام، ناقص 7. فانا عندي من اول هنا كده الحته دي كده كلها الناتج بتاعها سالب 8، الحته دي كده الناتج بتاعها 10، الناتج بتاعها هو 10، الحته دي كده كلها المربع ده كله الناتج بتاعه سالب 8 وعندي هنا سالب 7. فنبدا اللي احنا نرتب العمليات بتاعتنا. 5 في 2 ب 10، 10 ننزل 10 بتاعتنا، بعد كده عندي هنا علامه زائد هننزلها، بعد كده عندي هنا سالب 8 هننزله بردك، بعد كده عندي سالب 7. ايه ده ايه ده، في حاجه احنا هنا شفناها من الدرس اللي فات، زائد سالب يطلع ايه؟ الناتج بتاعنا يطلع سالب زي ما احنا شفنا في الدرس اللي فات في طرح العمليات الحسابيه، طرح جمع الاشارات، انا اسف، عمليه جمع الاشارات سالب وموجب بيطلع لي هنا سالب. ف 10 ناقص 8 ب 2 الناتج طلع لي 2، ناقص 7 الناتج هيطلع لي سالب 5. لو انت ما فهمتش فانا هسيب درس تحت في الديسكريبشن، درس كامل من خان اكاديمي بيشرح ترتيب العمليات الرياضيه وبيحل حبه مسائل عليها لو يعني ما فهمتش مني قوي. نرجع بقى للبايثون نشوف، نحط كده هل الناتج هيطلع سالب 5 ولا لا. فاقول له 5 في 2 زائد 4 في سالب 4 على 4 في 2 ناقص 7 سالب 5. فعلا الناتج هنا بتاعي طلع سالب 5. فاحنا قلنا هو بيرتب عمليات رياضيه بحاجه اسمها بمداس، فهسيب لكم بردك لينك في الديسكريبشن في خان اكاديمي تقدر ان انت تشوف العمليات الرياضيه بتتم ازاي. اوكي انا لو عايز اعمل بقى دي هنا، عايز لو عايز اعمل العمليه دي في السكريبتنج مود هعملها ازاي؟ لازم اكتب له برنت، لازم اقول له برنت عشان يطلع لي الناتج ده على الشاشه. لو انا كتبت له كده هو هيتم هيعمل العمليه الحسابيه بس لا هيحطها في فاريبل، يعني انت كده هو ما حطهاش في فاريبل ولا عمل فيها اي حاجه، كانك كتبت حاجه وطارت في الهواء، تمام. اهو جيت هنا قلت له رن،
ما طلعليش اي حاجه، عشان الناتج يطلع لي هقول له برنت واحط كل المساله دي في قوس، بعد كده اقول له run فطلع لي فعلا الناتج. ففي السكريبتنج مود احنا بنستخدم البرنت عشان نعمل ديسبلاي على الشاشه. هنا انت بتتعامل مع انتربريتر، انت مش محتاج تكتب برنت، الانتربريتر بيطلع الناتج على طول. في السكريبتنج مود لا، انت لازم تكتب برنت عشان تطلع ناتج على الشاشه. السكريبتنج مود ده حاجه انت هتستخدمها في كل الكورس من اول درس ده لغايه بقيه الكورس، لغايه ما الكورس يخلص ان شاء الله. دي حاجه بتوضح البيمتاز اللي هي برنتسز الاقواس اللي عندك، بعد كده الاس بتاعك، بعد كده المالتيبليكيشن والديفيجن اللي هو الضرب والقسمه مع بعضيهم، دول في حاجه لوحديهم. يعني مش الضرب الاول او القسمه الاول، لا، يا الضرب يا القسمه، اللي قبلك الاول خده، اللي قبلك الاول وانت ماشي من الشمال لليمين اعمله، بعد كده اعمل التاني. بعد كده عندي هنا الجمع والطرح، بردك اللي قبلك الاول من الشمال لليمين اعمله. بعد كده عندي السترينج اوبريشنز، العمليات اللي احنا بنعملها في السترينج. قال لي هنا وي كان يوز علامة الجمع اللي هي الاديشن ساين والاوبريتور، اديشن اوبريتور اند مالتيبليكيشن اوبريتور في السترينج، بس احنا ما ينفعش نستخدم علامة الطرح وعلامة القسمة، دي حاجة انا ما اعرفش كاتبها ليه. فاحنا ينفع نعمل جمع وضرب. طب نعمل يعني ايه جمع وضرب؟ ايه الجمع والضرب في السترينج بيعملوا ايه؟ تعالوا كده نشوف. فانا هقول له انا عندي سترينج، قلنا السترينج بتحط ما بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، انا هحط ماشي دبل كوتيشن، وهقول له سترينج زائد. طب الزائد بيعمل ايه؟ لو قلت له سترينج زائد انتجر، تمام، ايه الناتج بتاعها هيطلع ايه؟ طالما انا جمعت سترينج على زائد انتجر يبقى طلع لي بتاعي طلع لي سترينج انتجر. طب نشوف حاجه ثانيه، قلت له هنا برنت string في 9، الناتج بتاعه يطلع ايه؟ string، عمل لي السترينج 9 مرات. فالجمع بيجمع الاثنين string على بعض. طب هنا لو قلت له string زائد 1، جيت قلت له انتر، قال لي ايرور. ليه؟ اما تيجي تحط 1 بعد النص، اما تيجي تحط اي داتا تايب تانية غير string بعد النص بنحط كوما مش بنحط سترينج. فاول حاجه هيطبع لي سترينج 1، طبع لي سترينج مسافه 1، انا هنا مش حاطط مسافه، هو طبع لي سترينج مسافه 1. بعد كده هنا طبع لي السترينج بتاعتي 9 مرات. فالسترينج مع السترينج انا بحط بلس واكتب له السترينج بتاعي عادي، والسترينج ممكن اضربه في نفسه كذا مره عشان يطبع لي نفس الحاجه كذا مره عشان تبقى واضحه. فانا هحط هنا مسافه بس واقول له رن، فانا طبعا لي سترينج 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 سترينج، وتبدا ان انت تعدهم وتلاقيهم 9 مرات، يختلف الرقم من هنا يختلف الرقم من هنا ايا كان. هنشوف اللي بعديه. قال لي الكومنتس التعليقات. طب تعالوا نكتب برنامج كده من الكتاب عندنا، بعد كده نشوف التعليقات. فانا هروح هنا للاكسرسايز، تمام، ونبدا مثلا نحل اللي هي اخر مساله دي. فاحنا قلنا عشان نحل مساله في نعمل برنامج في الدرس اللي فات بنمشي بالجوريزم معينه اللي هي ديفاين، بعد كده بنبدا اللي احنا نعمل رايت الجوريزم بتاعتنا، بنبدا احنا نعمل الجوريزم بتاعتنا، بعد كده بنبدا اللي احنا نعمل الكود، بعد كده جست ران ديباج، ران تست ديباج اسف. فنيجي هنا نشوف المساله. فقال لي هنا if I leave my house at 6:52 AM، بغادر المنزل بتاعي الساعة 6:52 الصبح، تمام، and run 1 mile at an easy pace، بستغرق في الران بتاعه 8 دقايق و15 ثانية. فأنا بروح هنا عندي كده ببدأ بقى أستخدم الكومنت بتاعي. نعرف بقى يعني إيه كومنت. انا مش هفضل انقل كده مثلا وانقل من الكتاب واروح، فانا بقول له هنا كوبي بيست واحطه في السكريبت فايل بتاعي. دي اول استخدام ليا انا بستخدمه في الكومنت، تمام، هو مش استخدام اساسي بس انا عشان مفضلش اقرا كتير.
فبروح اعمل بروح انقله هنا. طب انا لو نقلت الكلام ده كده على طول وجيت قلت له رن، هل هو هيعمل لي رن للكود ده؟ لا، جه قرا هنا من اول هنا لغايه تحت. طب انا مش عايزه يقرا الكلام ده، فابدا ان انا احطه في كومنت. كومنت بحطه ازاي؟ علامه الهاشتاج بتاعتك دي حطها، دي بتعمل كومنت كده. السطر ده اما يجي البايثون يقراه، البايثون مترجم البايثون يجي يقراه، مش هيقرا السطرين دول، وهيبدا ينزل من تحت يبدا اللي هو يقراه. فانا عندي هنا قال لي ايه، if I leave my house at 6:52 AM، بغير المنزل بتاعي الساعة 6:52 دقيقة صباح، and run 1 mile at an easy pace. وهنا قال لك هو بيجري قد ايه في الميل الواحد، فقال لك هو بيجري الميل الواحد بيقطعه في 8 دقايق و15 ثانية. بعد كده جرى 3 ميل في حاجة اسمها تيمبو، بيقطع الميل الواحد في الحتة دي في 7 دقايق و12 ثانية، and 1 mile at easy pace again. فأنا عندي هنا 1 ميل تاني في الايزي بيس اللي هي كانت موجودة هنا، اللي هو الميل اوريدي بيقطعه في 8 دقايق و18 ثانية. فأنا هنقل دي هنا عشان نبدأ نعمل عملية الكلام. What time do I get home for breakfast؟ أنا هروح البيت امتى عشان اخد الأكل والبريكفاست بتاعي؟ فأنا محتاج define the problem. فالمشكلة اللي عندي هنا هو أنا محتاج أعرف الوقت اللي هروح فيه المنزل هيبقى امتى، أنا هروح البيت امتى. فأنا هبدأ هنا أكتب، أنا أقول له هنا البروبلم when أو what time، هي دي المشكلة اللي عندي، what time do I get home for breakfast، أروح البيت امتى عشان البريكفاست بتاعي. تمام، ونبدأ بقى اللي احنا نشوف هنحلها ازاي. فأنا عملت الخطوة الأولى عندي اللي هي define the problem، نبدأ اللي احنا نكتب algorithm بتاعتنا ونبدأ اللي احنا نحل المسألة على الورق، بعد كده نشوف ازاي هنحلها في البايثون. فقال لي هو خرج من البيت الساعة 6:52 دقيقة، ده وقت الخروج. هقول له وقت الخروج ده انت تكتبه على الورقة عندك، يعني انا هنا بكتب على الكمبيوتر فكتبها صعبة شوية. تمام، وبعد كده جرى 1 ميل في ايزي بيس، فانا عندي هنا الايزي بيس جرى 1 ميل، 1 ميل في الوقت اللي هو استغرقه اللي هو 8 دقايق و15 ثانية. and one وبعد كده قال لي هنا then 3 miles at tempo، وجرى 3 ميل في منطقة اسمها tempo. فأنا هنا هقول له tempo جرى فيها 3 ميل، والميل كان بيقطعه في 7 دقايق و12 ثانية. تمام، and 1 mile at easy pace again في 8 دقايق، يعني هنا بدل ما تبقى دي واحد هو جرى 1 mile تاني تبقى دي 2. اللي مطلوب عندي اللي هو وقت الوصول للمنزل. انا كده بدأت كتبت كل حاجة عندي هو على الورقة، خطي وحش انا عارف، مش محتاج كومنتات عليه. فا easy pace انا هنا easy pace 2 ميل في 8 دقايق و15 ثانية، والتيمبو 3 ميل في 7 دقايق و12 ثانية. نبدأ ان احنا نجمعهم. هو قال لي انا عايزك تحلولي في الانتربريتر، هل نحله في الانتربريتر ولا في السكريبت؟ تعالوا نحله في الاتنين، احنا ما ورانهاش حاجة. فقال لي هنا انا عندي وقت الخروج 6 دقايق و52 ساعة 6:52 دقيقة، والايزي بيس الوقت اللي انا اخدته كان 2:08:15. تعالوا نشوف 2 و8، يعني الايزي بيس كان انا جريت في الايزي بيس 2 ميل. تمام، في الوقت بتاعي اللي هو كان قد ايه؟ كان في الوقت 8 دقايق و15 ثانية. هل هنخليها بالدقيقة ولا بالثواني؟ فمثلا نخليها بالدقيقة، فالتمن دقايق تتكتب 8 و15 ثانية اللي هو +15. طب دقايق وثواني هل ينفع أجمعهم؟ لأ، 15 ثانية هحولها لدقايق، ف15 على 60. تمام تمام، نيجي نجمعهم. فأنا هحط دول في أقواس،
ليه حطيتهم في اقواس؟ لان دول وقت وده مايل. انا لو ما حطيتهمش في اقواس هيضرب الاثنين في 8، بعد كده هيقسم ال 15 على 16 ويجمعهم، فده خطأ. لا انا عايزه يضرب يقسم ال 15 على 16 بعد كده يجمعهم على 8. بعد كده عندي التيمبو. لو انت ما فهمتش العمليات الرياضيه دي، فانا بشوف اللينك اللي انا حطيته لك في الديسكربشن من خلق اكاديمي وافهمها، بعد كده تعالى الاول، بعد كده ارجع بقى لاخر حاجه وقفنا عندها. بعد كده نشوف هنا عندي التيمبو. تيمبو عندي بيقول لي قطع 3 ميل. انا هنا نيجي للورقه، فهنا 3 ميل في 7 و 12 ثانيه، فانا هنا هقول له 3 ميل في 7 زائد 12 ثانيه. انا عايزهم في دي الثواني تبقى دقايق، فهقسمهم على 60، فكده عندي 7 دقايق و 12 على 60 دقيقه. عايز وقت الوصول. وقت الوصول للمنزل اللي هو كالتالي، اللي هو الوقت ده زائد الوقت اللي انا قعدته بره. شوف انا قعدت قد ايه بره، اجمعه على الوقت اللي انا خرجت بيه، هيطلع لك وقت الوصول للمنزل. فانا عندي هنا وقت الوصول للمنزل اللي هو وقت الخروج بس زائد وقت الوقت في الخارج. نقول له الوقت في الخارج يطلع لي وقت الوصول للمنزل. تمام. انا عندي هنا قلت وقت الخروج 6 ساعات، الساعة 6:52. الاول انا عايز اعرف بقى انا قعدت قد ايه بره في المنزل، فانا هقول له تايم اوت سايد هيساوي ايز بيس زائد تيمبو. بعد كده هقول له هنا print time outside هيطبع لي الوقت بتاعي بالدقيقة. الوقت انا قعدته بره بالدقيقة كان 38.1 ثانية، 38 دقيقة، ومن الثانية بقى اللي هو 1 من الدقيقة، 1 من 100 من الدقيقة. نرجع كده تاني. بس كده انا بقى عندي الوقت ان انا قضيته في الخارج اللي هو 38 دقيقة وثانية. نبدأ بقى نشوف الوقت بتاعنا هيبقى عامل شكله عامل ازاي. طب انا مبدئيا انا لو جيت حليته ف ولا تيجوا نشوف، تعالوا كده. لو قلت له هنا مثلا الوقت او الوقت ان انا خرجت فيه، فنقول له التايم الاصل، التايم الاصلي بتاعي اللي هو كان 6 ساعات، انا عايز احوله لدقيقة في 60 عشان احوله في دقيقة زائد 52. تمام. واجي هنا اقول له التايم هيساوي تايم زائد تايم اوتسايد، فالوقت اللي انا هبقى فيه في البيت هيساوي اللي هو وقت الخروج اللي هو التايم زائد الوقت اللي انا كنت فيه اوتسايد. ولو جيت هنا قلت له برنت تايم، جيت هنا قلت له ران، قال لي 450.1. يعني ايه 450.1؟ لو تيجي تحولها لساعات نحولها لساعات، نقسم على 60 واقول له تاني ران، قال لي 7 و5 وبتاع. ايه ده؟ طب هل انت الرقم ده بالنسبه لك مفهوم؟ مش مفهوم يعني، بس مش قوي يعني، ده رقم مش مفهوم. فعايزين نحول نخلي الدقايق بقى في حته والساعات بتاعتي في حته. فارجع هنا تاني اقول له، اجي هنا اقول له انا عايز، احنا وقفنا لفين؟ انا عايز الدقايق في حته والساعات في حته. فانا دي ساعات اخلي ال6 ساعات زي ما هي، ودي هنا دقايق، فانا هنا هقول له تايم بالساعات اور. تمام. هيساوي اللي هو 6 ساعات. تمام. نرجع هنا بقى تاني، اسف، فانا عندي الوقت اللي انا كنت قضيته في الخارج كان 6 ساعات. تايم بالمينت كان 52 دقيقة، والوقت ان هو التايم اوتسايد ده كان بالدقايق. فانا اجي اقول له التايم كامل بقى بالمينت، او اقول له هنا برنت اشوف هو هيطبع لي ايه، اقول له برنت واقول له التايم بالمينت زائد التايم
اوتسايد بقى هيطبع لي حاجة فوق الستين. تمام. طبعا لي هنا انا قعدت 90 دقيقة، قعدت 90 دقيقة برا البيت، وانا عندي هنا الوقت 6 ساعات. فابدأ ان انا اقول له هنا بقى على 60، وقلنا نحط دول ما بين اقواس عشان البايثون بيحسب بطريقة بيم داس. قال لي ساعة وأجزاء كده غريبة، يعني ساعة واللي هي 30 دقيقة، بس ساعة ونص وتلاتين دقيقة، يعني ساعة وتلاتين دقيقة. تمام. أنا عندي الساعة دي. طب في حاجة هنا حلوة أوي ممكن نعملها، اللي احنا نحط كده، فطلع لي الساعة، طلع لي ساعة واحدة بس. خدين بالكم ليه؟ زي ما احنا قلنا في البايثون 2 هو أصلا كان بيطلع انتجر، ففي البايثون 3 عشان ما يتعبوش الناس قالوا لهم لو عايزين تطلعوا انتجر حطوا علامتين الاسم دول. فانا كده اصبح عندي الوقت بالتايم، التايم اوتسايد. فانا هقول له التايم بالاور هيساوي الكل ده كده، زائد 6 ساعات ان انا كتبتهم في الاول، او اللي هي زائد التايم اور، سوري زائد تايم اور. اتبقى لي تايم بن، اتبقى لي بقى قد ايه. انا كده خلاص طلعت الساعات كده، لو قلت له برنت تايم اور فانا قال لي هوصل للساعه 7. 7 وايه؟ لسه ما قاليش 7 وايه. تمام. فانا هقول له بقى نبدا بقى نرجع تاني للتايم مينت ونعمل نفس العمليه دي كده. واجي هنا اقول له التايم بالدقايق، تايم المينت هيساوي الوقت ده كده اللي هو الساعة، أو نيجي هنا تاني نحطه ناقص سوري آسف، نعمل له برين ونقول تايم مينت. فالتايم بالدقايق هيبقى اللي هو الساعة كاملة، الساعة اللي هي قال لي هنا 1:30 ناقص الواحد، لو هيطلع لي هنا نص. فعلا هنا طلع لي نص. اخليه ازاي بدقايق؟ هقول له على ايه ده، انا اسف، في 60، فطلع لي هنا اللي هي 30 دقيقة. تمام. انا عايزه بردك ما يطلعليش الفواصل اللي تحت، هنشوف ازاي نعملها. احنا قلناها تقريبا الدرس اللي فات. فانا هنا اصبح عندي الساعة بالدقايق، هضربها هنا في الاخر خالص في 60، في 60 60 في افتح قوس هنا ونقفله في الاخر خالص. ممكن ماشي، لا خلي دول. فانا هنا عندي التايم بالدقيق بالظبط كده هيطلع لي من غير ما اضرب هنا في 60. لو قلت له التايم بالدقيقة فطلع لي فعلا 30 دقيقة وحبة حبشتكنات بعد كده. انا عايزه بقى يكون صافي، مش عايز الفواصل دي، هقول له انتجر. وانا هرجع تاني اقول له انتجر. لو جيت هنا قلت له رن طلع لي 30 دقيقه و7 ساعات. طب انا عايزها توضح اكتر فهحطهم في برنت واحده. هنا هقول له احنا قلنا بنجمع ازاي، بنقول له زائد وبعد كده بنحط رقم. طب دي ساعات، لا نكتبها بطريقة فورمال أحسن. فهقول له هنا الكومة زي ما أنا قلت قبل كده، مع السترينج والأرقام بنحط كومة كومة. وأنا عايز أحط له اللي هي العلامة اللي هو حاططها لي دي، اللي هي الكولون. فأنا هحط له كولون. تمام. كومة تانية نحط له الوقت، الوقت اللي هو انت، اللي هو الدقايق آسف، انت تايم من، ونبدأ اللي احنا نمسح كل ده. على فكرة الكود ده ممكن ينقص خالص، وهنشوف ازاي في الـ في التيرمينال.
بس انا حبيت احلها كمعضله رياضيه، بعد كده هوريكم ازاي تنقص من الكود. فقال لي هنا 7 ساعات، هتوصل الساعه 7:30 دقيقة. هنا عندي الايزي بيس 2 في الكلام ده، ممكن اشيل كل ده كده تمام. الايزي بيس احنا مستخدمين، نيجي نقف عندها كده فقال لي الايزي بيس انت مستخدمها هنا، نحطها هنا. الكلام ده كده نشيله، نحط الكلام ده كده كله هنا. فدي اول حاجه انا خلصت منها. عندي التايم اور انا مستخدمها، ادي 1 وادي هنا 2، يعني ده كتعريف، ده مش هنحسبه. ادي هنا عندي 1 وادي هنا عندي 2، فعشيل اهي واجي احط هنا ادي كده 1 وادي كده 2. لا دي مش عايزينها، ده التعريف الاخير اللي هو ده. فانا كنت مستخدمها الرقم 6 ده كنت مستخدمه هنا مره واحده. شوف التايم بالمينت اللي هو 52، اللي هو محطوط فين؟ محطوط هنا، ومش حتى مش محطوط هنا، ده لا محطوط هنا ومحطوط هنا. نشوف هنا ال 52 اهي، نشيلها نحطها هنا ونحطها هنا ونحطها هنا. بس كده بقى عندي 3 variables والناتج بتاعي في الاخر ونفسه هو الناتج. انا اللي انا عملته ان انا نقصت الفاريبلز، ممكن نقصهم كمان. نيجي بقى نشوف هنحلها ازاي مع الانتربريتر على طول، نفس طريقه الحل بتاعتنا العاديه. اول حاجه هنحسب، هنبدا ان احنا نحسب التايم اوت سايد بتاعنا زي ما احنا حسبناه، الوقت اللي احنا قعدناه في الخارج كان قد ايه، كان اللي هو 2 مايل في الوقت ده زائد 3 مايل في الوقت ده، اللي هو نفس الحاجه دي، 2 مايل في الوقت بتاعنا زائد 3 مايل في الوقت بتاعنا بالظبط كده. هقول حاجه، اقول له كده السطر ده كده اهو، حطه لي هنا. ولو جيت هنا قلت له تايم اوتسايد طبعا لي الناتج بتاعه. جيت هنا مثلا قلت له انا عايز التايم بالساعات، وادوس انتر، فعلا طبع لي التايم بالساعات. انا اسف، انا عايزه كفاريبل تمام. وجيت هنا قلت له تايم اور، فقال لي 7 ساعات، اللي هو المجموع الاجمالي بتاعها اللي انت بعد ما جمعنا، يعني بعد ما اخدنا بعد ما دي اخدنا منها الدقائق والساعات، جمعنا الساعات هنا مع، يعني جمعنا الدقائق دي اللي هي 38 مع ال 52 وطلع لنا 90 دقيقه. 90 دقيقه يعني ساعه و30 دقيقه، فاحنا اخدنا الساعه ضفناها على السته، ضفناها على السته اللي هو الوقت الاساسي، و30 دقيقة هنضيفهم على هنا، يعني خلاص دي بقت صفر، دي بقت 7 صفر تمام. نيجي هنا التايم بقى بالدقايق، نشوف التايم بالدقايق بتاعنا بقى قد ايه. فأقول له التايم مينت، فقال لي 30 دقيقة، والأرقام التانية احنا مش عايزينها، مش عايزين نحسب الثواني تمام. بعد كده هنقول له بقى برنت، احنا مش محتاجين نعمل له برنت، بس نعمل له برنت. فقال لي فعلا 7 دقايق و30 دقيقة، نفس اللي انت عملته هنا انت عملته هنا، بس الفرق اللي انت كنت كل حاجه بتكتبها في الانتربريتر بيتم تنفيذها، كل حاجه انت كنت بتكتبها في السكريبت بيتم تنفيذها لما تيجي تدوس رن. شوف عندنا ايه تاني في السلايد، اخدنا السترينج اوبريشن، الكومنتس كده. الدرس ده يكون خلص ان شاء الله، اشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.